الآن تداخلات، نحن نحسب تداخلات الموظفة الضعيفة في محافظة مكرس، وكنا نتمنى أن يكون هناك مزيدا من الدعم خاصة مع تضرر محافظة مأرب في الموسم الأخير من الرياح والأمطار والسيول التي تعرضت لها المحافظة. نعم. وقد تعرضت المحافظة الأكثر، حيث أن مارس تضم أكثر من 2 مليون و 212,093 نازح داخل المحافظة. هؤلاء يعتبر من أكبر تجمعات النزوح على مستوى الجمهورية اليمنية، بل أكبر المخيمات متواجدة في محافظة مأرب. ومحافظة مأرب تضم هذا الكم الهائل من النزوح المتواجد داخل المحافظة. وهنا تقديم نوعا من الدعم خاصة، اليوم تم تقديم من المركز السياسي عبر الهلال الأحمر الإماراتي، مشكورين على تقديم 10,000 سلة في محافظة مأرب، وهذه تتخفف كثيرا من آباء النازحين وهناك مؤسسات أخرى مثل ما يسمى المقدم عنه، ما يقارب ما يزيد عن 350 في جانب الإيوة والمأوى، وهذا سيخفف كثيرا من معاناة النازحين في محافظة مأرب.